اعتبرت بوابة عشتار من عجائب الدنيا السبع لفترة من الزمن، وقد سرقت ونقلت إلى خارج العراق في أواخر سنوات الدولة العثمانية، عندما قام الآثاري والمهندس والتر أندري برفع وتفكيك القطع الخزفية من الجدران بعد ترقيمها وفق مخططات هندسية. استمر بهذا العمل لأكثر من عامين، يعني من عام 1910 إلى عام 1912، حيث تم رفع الكسوة اللي هي تكسو الجدران الطينية المفخورة اللي هي مزججات، تم رفعها بكاملها من البوابة هي وكسوة شارع الموكب، وتم خزنها بالقش داخل براميل خاصة بالفحم الحجري، ونقلت بشكل سري إلى منطقة اليوسفية على أساس أنها فحم حجري. ومن هناك وعلى مدى عامين آخرين، يعني من عام 1912 إلى عام 1914، تم نقلها بالأكلاك، هذا التشلج خلوها عليها، نقلوها هاي البراميل اللي بيها هاي المزججات الملونة اللي اقتلعت من جدران بابل ومن شارع الموكب، تم نقلها بالأكلاك عبر نهر الفرات إلى شط العرب، حيث نقلتها السفن الألمانية إلى متحف بير كامون في برلين بألمانيا ليعاد تركيبها هناك.